مشاهد مؤثرة من مراسم وداع ضباط الكلية الحربية في سوريا، والأهالي يبكون أبنائهم بحرقة. شيعت سوريا ضحايا الاعتداء الذي وقع أمس في الكلية الحربية في سوريا أثناء تخريج دفعة من ضباطها، والذي راح ضحيته المئات بين وفيات وجرحى. وبدأت مراسم التشييع لعدد من الشهداء اليوم من أمام المستشفى العسكري في حمص بحضور وزير الدفاع العماد علي عباس، وحضر عدد كبير من المعزين والأهالي إلى التشييع منذ الصباح الباكر وسط أجواء من الحزن الشديد والبكاء على الراحلين. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو التي وثقت أجواء الحزن والأسى ومشاعر الأهالي المفجوعين برحيل أولادهم. في هذا السياق انتشر مقطع فيديو لأخ يودع شقيقه بعبارة أبكت الجميع، حيث عبر عن حزنه الشديد لفراق أخيه، مشيرا إلى أنه كسر ظهره وما عاده لديه سند بعده. في مشهد آخر لم تتمكن سيدة من تمالك نفسها إذ انهارت وبكت بشدة أثناء وداع ابنها الذي تركها في عمر صغير، ولم تتمكن من الاحتفال بنجاحه وتخرجه من الكلية الحربية برتبة ضابط. وكانت قد استهدفت طائرات بلا طيار باحة الكلية الحربية في حمص أثناء حفل تخريج ضباط وتواجد عدد كبير من أهاليهم، وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الذعر والفوضى أثناء الاستهداف، وضحايا يسقطون أرضا وجرحى يستغيثون. وأحصى الإعلام الرسمي السوري صباح الجمعة مقتل 89 شخصا بينهم 31 امرأة وخمسة أطفال وإصابة 277 آخرين. وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته حصيلة جديدة أعلى مع وثيقة وفاة 123 شخصا بينهم 54 مدنيا ضمنهم 39 صغيرا وسيدة من ذوي الضباط، وأحصى كذلك إصابة 150 آخرون بجروح. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في حين اتهم الجيش السوري الخميس التنظيمات المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة بالوقوف خلف الاستهداف عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، وكأن أنه سيرد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات أينما وجدت.